ساكت تك منه قاعد شغال للوية نهار يا حرام من غيره البيت رح ينهار عايزين ايه تاني مننا ولا حتى عجبكم شكلنا دايما على دور مش راضيين وانتو بتشتيكوا مننا واحنا وياكوا عايشين انتو تقولوا دايما بجيوب فاضيين الو ايوه فندم احنا بينكي كلينك مع حضرتك النهاردة احنا عاملين لحضرتك اوفر انت والمدام تنظيف بشرة وهوليوود سمايل وكل ده فور فري هي دي المسج اللي احنا كنا بنقولها في التليفون وعلى السوشيال ميديا واول ما الزبونة من دول تيجي وتسمع الكلام ده تجري على يادة على طول ما هو اوفر بقى واحنا سيد من يحب الاوفرز ولما بنشوف الزبونة احنا بقى بنبقى مزقططين الزبون جه الزبون جه يلا بقى نشوف الزبونة دي حصل فيها ايه والله وعلي اتفضل حاضر اه انت بدك شوكولا مش حاضر هبعتلك هلا بدي جابلك كثير حاضر بس بدي شي سكر نعم يعني بدي شي فيه سكر حاضر ممكن نازل ضغطة استعجلي شوي حاضر ليه قعدت انت هون هون؟ يعني ايه؟ تخافي تقعدي حد؟ لا انا قعدت هنا هون لا انا بتخافي تقعدي حد؟ لا عادي انا واثقة في شو خص واثقة في؟ يا ما بفهم الستات المصريات كيف يفكروا عن جد نفسي اعرف كيف تفكروا شو فيها؟ يعني كيف يعني عم بحكيكي بتقولي لي واثقة فيه شو خص واثقة فيه ما سألتي ليه سألتيني انا قعدت هنا ما طبيعة جنبك المغلولة يا جنبك ما انا ما بحب وحدة ما بعرفها تقعد حد اه لا وحدة عادي يعني انه ايه؟ ايه ايه؟ سيانتيفيك انه ايه بتثبت شاب وبنت يقعدوا حد بعض بس سيانتيفيك مو ما بتثبت بنت وبنت يقعدوا حد بعض يعني سوري بعدين لبسي مثلي ما معقول لبسي مثلي كمان ليه عم تقلديني؟ نعم لبسي شميزة جينز مثلي خلص احنا جايين بس نشوف اللي احنا جايين لا انا نازل شوية ضغط معي بدي شوكولا بليز روح جيب لي شوكولا ما حد يقول لي كنا شوكولاتة لا انت مرتك لقين انا بدي كتير معقدة ما بدي بليز انت بتقولك بليز انت هي شوف بليز انت ما زي معلش هي يور فريند يعني ولا يور جيرل فريند ولا شو خطبته شو يعني؟ يعني خطبته سو بدي شوكولا ما بدي سو بدي شوكولا ما تروح تجيبي شوكولا انا بدي امشي على الطريق اه تمشي على الطريق المشكله ما تمشي على الطريق لا لا انت اكيد ما استنى انا كيف بدي امشي على الطريق طيب احنا ايه المشكله تمشي على الطريق لبسي التالون لبسي التالون باجري كيف تمشي على الطريق بيلحقوني العالم طيب احنا ممكن ثواني احنا ممكن نخلص اللي احنا جايين عشانه وبعد كده نجيب شوكولا ونجيب انت هي شو هي بدي انطرها تخلص بدي تعمل 100 شيء بدي تعمل وجهها وعيونها وتم يا او ماي جاد بدك شغل هيدي بدها لبكره هلا انا بدي شوكولا بدي انطرها بليز روح جيب لي شوكولا بس نفسك في المرايه يا طول بشوف حالي بالمرايه ايه رد فعلك عمر انت مش حاسه ان انت محتاجه بدك شويه حاجات كتير قوي في الشتا انت شو بدي بحب اخد انت انت بتمسك انت تسكت خالص كده انت جايبني هنا لاصق ايه دي وانت ما انتش حاسه ان انت محتاجه يا بنتي يا عم اسكت بقى ايه ايه انت مش قاعده في الشارع ايه انت ليه معصبه ايه دي خالص طيب احنا دلوقتي انت معصبة I don't know why طيب عم بقيلة عذر صراحة احنا بس نتكلم بالراحة استغفر والله العظيم يا رب من كل ذنب نتكلم بالراحة نتكلم بالراحة احنا دلوقتي جايين علشان نخلص حاجة احنا كنا حاسدين عشانها
هي بدها وقت كتير. ليك طلع بدها شغل، بدها شغل. ماشي قدامها قد ايه في الشغل ده؟ ها بدها 3 شهور. نعم يا اختي. ليه حلو هيدا الشيء؟ ليه حبيبتي بدي 3 شهور؟ ليه ان شاء الله؟ فيكي تعلميني هيدا الشيء اللي عملتيه هلا؟ حلو كثير، حلو مهضومه. فيكي تعلموه؟ روح انت جيب لي الشوكولا. بدك بروح انا وياك معك سيارة؟ او اركنا بروح معك سيارة؟ فيكي تفضل. جبتي لي الشوكولا؟ تفضل. اوكي هلا اذا ما عجبني بليز فيك ترجع تجيب لي؟ ماشي مش مشكلة. خلص بروح عن جد. ثانك يو. في حدا قال كان نسي شعري؟ اكيد ما عندكيش شعر. انت تسكت خالص. وانت ازاي انت ازاي صرت تتكلم معي بالاسلوب ده؟ بدي شوية حاجات، شوية حاجات كتير. مش شايفة نفسها؟ اهدي اهدي اهدي، احنا مش قاعدين في الشارع. اهدي، في ناس قاعدة وفي ليلة قاعدة. اهدي. هو موضوع الشوكولاتة ده منتشر ولا ايه؟ من ساعة ما جت لا تقريبا جايبه الزبائن عشان الرجاله تجيب الشوكولاتات. بعد كده بدخل بصندوق شوكولاته. والله لو اعرف ان هو عيد ميلاد كنت جبت عادي، بس انا جاي للدكتور تجميل مش عيد ميلاد يعني. ماشي مش هرد عليك دلوقتي. مره واحده بنفع اي حاجه. خلاص ايه دي بس خلاص بقى، خلي اليوم ده يعدي على خير دلوقتي. ايه دي عشان احنا نخلص اللي احنا جايين عشانه؟ ممكن نشوف بس يوم حرقت الدم اللي على الصبح دي. عملت فرسان بلدي. خلاص خلاص مرة. خلاص خلاص خلاص. شوف شكلها مسكت يا ريبي يا عم، ده كل حاجة ده مرسومة. يا نهار اسود، مفيش فيها حاجة طبيعية. لحتى الانسيس بس ما حواجبها، نحتى مش فاهم حتى بتاع ايه ده؟ اكستنشن وباروكة ومش فاهم اللي عملت نفسها. لو سمحتي يا فندم ممكن دقيقة؟ ولكن لو سمحتي احنا مش بعدهم بعدهم؟ اه بعدهم على طول. ما انا اللي المفروض المفروض الو ازيك، ايه الاخبار؟ كويس؟ اتفضل. على فكره انا مش دكتوره وحياه ربنا. وبعدين وده برنامج. ايوه اسمه شفط دهون، ده مقلب نعمله في مين؟ لا الحاجه اللي قاعده جوه الحاله اللي عندنا. فالحاله اللي عندنا هتيجي هنا طبعا، على ان في اوفر وفي فيلرز وفي حاجات، وانا هبتدي اقول لك ان في شغل ليك انت كمان. الراجل ده بيبوس دلوقتي حالا عشان نانيتا اللي جوه دي هي المفروض بتتك، وده مقلب كبير قوي. على فكرة الأشكال دي ما تخافش منها خالص، دي عروسة لعبة صناعي. أنا مش فاهمة دي كل حاجة فيها مش طبيعية. أنا كنت خايفة أعمل لها كده دراعها يتكسر ولا حاجة، عاملة زي باربي. هي الناس دي بقى تاخديها كده وتغسل لها وشها وتبان على حقيقتها. شكلي هعمل كده بقى. ليه مبسوطي؟ بك اضحكتي منيح، اضحكتي فكرتك ما بتعرفي تضحكي. انتي ليش انا مبسوطه؟ انتي كلتي شوكولاته؟ نو اكلت عسل. ايه انت بتحطي ايدك على شعراتي؟ لا بس فيها. معقول تحطي ايدك على شعراتي؟ لا يا حبيبتي كنت بشوف حاجه في رقبتي. شو خصك برقبتي؟ شو فيها؟ شو لا لا ما بتحطي ايدك علي تاني مره. شيلي ميت بركي انا مغسله ايديكي وسخين، حطيهم على شعراتي. دي عطيتك وهي بصينا مو ما كفاش كل ده. وقع وشه، انا عطيته وايبس. راح فين؟ استنى بس كده. هو ايه ده؟ لا ده وانا بجري بتجري بره وانا رايح اعمل ابلكيشن. ده مش شايف الشكل؟
ده كله ده دم. كله ده نسا. اصبري بس دلوقتي فندم. يا فندم دول حاجه اسف. انا راح اشوف انت مش شايف الشكل. تعالي خش. تعالي خش. بعدهم بعدهم. خلصتي الكتابة عشان نمشي بعدين. دول ايه؟ ايه يا عم مالك؟ دكتور اتفضلي اتفضلي تعالي هنا اتفضلي كرسي ارتاحي. ايه ده مالك في ايه؟ انت حرانة ولا ايه؟ انت كويسة؟ انت دايخه من الحاره او حاجه؟ دايخه حاره بره النهارده؟ لا. ازيك عامله ايه؟ كويسه؟ انا ينفع اجيب علي معانا؟ علي ابنك؟ لا خطيبي. اه اكيد طبعا. هو فين؟ بره. رنا في لو سمحتي اتفضلي. جميل علي. بتاع الامن بيبلغني ان في فعل فاضح حاصل في الكاميرات 2 متكسر. سوري؟ لا يا استاذه. استاذه معي يا فندم. يا فندم. يا فندم. يا مدام. مدام معي يا فندم. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت اصلا مستعجله يا جماعه؟ طب بس انا عايزه امشي.
اتفضل هاتي هاتي الشنطة. هاتي 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 الشنطة. هاتي هاتي في الشنطة دي؟ بس شكرا يا رب. لا والله انا استني بس. لا اخش 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 معايا يا رب. مش هتمشي مش هتمشي وانت متضايقة كده قدام الكاستمر. ما ينفعش. طب ايه ايه يا ابني ما بفتح ايدك. اقعدي ارتاحي 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 بس ارتاحي ارتاحي بس بس انت بس. تعالى تعالى اتفضل. مراتك ولا خطيبتك انت ولا مين؟ اتفضل ارتاحي ارتاحي. لو سمحت يا جماعه ما حدش يجي. بس بس خلاص انا هسيبكم لوحدكم بس خمس دقايق. اهديها. شوف شوف مراتك. انا عايزه ميه ومش اهدي. طيب اهدي 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 اهدي. انا مش فاهم دلوقتي اللي حصل. انت بجح. انت بتسالني انت بتسالني انت مش شايف شكلك. بص في المرايه. بص في المرايه. الحين عماله تبص. المرايه كانت بتبص بره. انت جايبني هنا ليه؟ عايز تفرجني على وساختك. كل ده في العياده. ايه وعلى اساس انت عملته ده كان فين؟ في الشارع. كان فيديو كلاب. اللي بيحصل ده كان ايه؟ اللي انت عملتيه رد عليا. اللي انت عملتيه ده ينفع؟ يعني اللي انت عملتيه ده كله واللي انت عملته ده ينفع؟ بس احنا بنتكلم دلوقتي. ما بصي ما تسيبي دي. بس ايه ده؟ ما تسمعش عليا. بس اللي انت عملته ده النهارده انتهى خلاص. استني بس. استني من حياتك. مش عايز اعرفك تاني. استني مش هشوف خلقتك. يا مقرف يا قذر. انت شخصيه زباله. انت دلوقتي ايه اللي اكد لك ان هي دي؟ يعني خلاص هي دي؟ ممكن تكون واحده تانيه؟ لا مش واحده تانيه. وايه اللي اكد لك ان ده اصلا رول؟ امال هي امال ايه؟ انت مش شايف شكلها؟ مش شايف شكلك؟ انا مالي ومال شكلها؟ انا بلعب شكل. انا اخدت الميك اب بتاعي حطيت في نفسك؟ لا ده انا كنت بشوف الحاجات اللي انت هتعمليها. والله؟ اه. انت فكرني ساذجة حصلت على كلامك ده؟ يا ابني بطل كذب بقى. انت حيوان؟ يا بنتي بس بس كل ده يعني كل ده الناس بتتفرج علينا. بس بس في ايه؟ ممكن بقى نخلص الحاجة اللي احنا جايين عشانها؟ ممكن؟ خلص ايه؟ خلص الحاجة اللي انت جاية عشانها. خلص انت روحك. مش هتعرفك تاني. وانت بتتكلم معايا كده على اساس ان في ما بيننا حاجة اصلا؟ ما خلاص فوق. خلاص خلاص خليك انت بقى مع السنيوره. اي سنيوره مش هتفرق. خلاص طيب احنا خلاص. خلاص استهدي بالله. بس استهدي بالله. كل حاجه بتتحل. ايه اللي كل حاجه بتتحل؟ كل حاجه بتتحل. كل حاجه بتتحل. ينفع على فكره؟ انا ممكن اعمل لك محضر. انا بس مش عايز اعمل لك محضر عشان خاطرها. ده انا كنت بجرب. لا والنبي لا تعمل. تجرب ايه ده انت وهي؟ والنبي لا تعملي له محضر. وخلي البوليس يجرجره. وخلي الناس تشوف وساخته. وخلي اهلك يحرقوا على حياتك. بس دي صوت لا ولا بيتحرك. تاني جايب الحيله تاني. ماشي بصي يا بنتي. بس ايه ده؟ وسع كده وسع كده. استاذه دي انا عايزه انت في الحته دي. هي دي وسع كده. انت مين افتكر وسع؟ شوبتي خلاص. انا مين ده؟ خليني شوبتي. مش فاضي تفوري كل حاجه. اتفضل انت. طيب خلاص اخرجي يا رب. يا جماعه خرجوا. لا بره. حرام عليكم. فضحتونا. انا هوريك. انا هوريك على نفسك وعلى حياتك وشعرك. فضحتونا. يا باروخ. انتي مجنونه يا بشعر. يا بشعر انتي اللي بشعر. انتي بشعر اسمك. فضحتوني يا بنتي. شو ما تيجي مجنونه. انت جاي تحميها. ايه فيا رنا؟ انت جاي تحميها. شو يا خوته؟ بس انتي احسن خوته. يا نهار خوته. خلاص خلاص يا انا ما بصش والله. انا اسف. هو اللي بس هو ده. انا ماليش. تعالي تعالي ارتاحي. تعالي 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 نانيتا. موافقه ان الحلقه بتاعتي تتعرض. باي باي.